palos o qué? احنا علينا قوي اديهم. انت عارف ان هم لما قالوا لي انا ما كنتش مصدق. اهلا يا سن. ما تقعد. حلو. المكان حلو. استأذنت الجنرال قبل ما تفتح الهلمة دي كلها؟ ليه؟ هو خلاص مسك الحي ولا ايه؟ لا. مسك رقبيكم. انت هتنتهي مين في الرئاسة يا ديبو؟ شكلك لسه ما رستش زيك زي ناس كتير قوي. محدش بقى فاهم أي حاجة في البلد دي. إحنا عايزين ده. شفت الصورة؟ وده بقى اللي أنت مسيت له الحملة الانتخابية. لا. تقدر تقول كده حملة تصفية. يا سن ده انت ابو المفهومين. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا لك خلاص بطلنا. معقوله يا راجل؟ ولما انتوا بطلتوا الموضوع ده هتشتغلوا فين بعد كده؟ هنا. هنا اشتغل هنا. مكان هنا حلو وعجبنا جدا على فكره. ناس رايحه وناس جايه مبسوطين الحمد لله. ملكنا على فكره. شوف يا ديبو، أنا قلبي عليك، عايز تحطها على فودنك. الشغل لوحده مش كفاية. لو مفيش بيزنس جنب الشغل مش هتعرف تعيش. بقول لك يا فندم، تاكل رز بسمتي؟ انت مين؟ انا اول مرة اشوفك. واخر مرة. في الفلوس. طب تشوف البضاعة الاول. صح. اصلا اديله الفلوس. لا خالص. اسمت بس السلاح. اركب العربية. اركب العربية. يا يوسف كنت ببقى عامله زي العيله الصغيره، بقعد اتخيل احنا الاتنين واحنا في ليله فرحنا وانت لابس البدله وشكلك زي القمر.
وانا لابسه فستان الفرح وبرضه شكلي زي القمر. طبعا زي القمر. انا حاسه ان قلبي بيدق بسرعه قوي. مبسوطه بجد يا يوسف ان احنا خلاص اتجوزنا وبقينا مع بعض. بس بصراحه انا كان نفسي توافق ان احنا نعمل فرح. أنا نفسي أكتر منك يوسف بكتير بجد. بس أعمل إيه يعني؟ أنت عارف مكنتش عايزة رامي يشوفني وأنا لابسة فستان الفرح كده يعني. عندك حق، بس أنا كان نفسي أحقق لك حلمك ده وحلم أنا كمان. ما تيجي نروح. بس أنا هوصلك البيت الأول وبعد كده أروح البيت عندي أجيب شوية حاجات وأرجع لك على طول. بس أنا شايفة نفسي في عينك. أول مرة أشوف نفسي حلوة أوي بالشكل ده. أنا هاجي معاك على بيتكم ونروح مع بعض. طب وفريدي بقى أنا أصحى. رامي كان في البلكونة عند الدايق وشافك وانت داخلة وشاف عربيتك، نقول له ايه؟ ده المفروض ان انت مسافرة يعني. صح عندك حق. طب يلا نمشي.